يندرج اعتماد مسلك الإجازة في التربية، تخصص التعليم الثانوي التأهيلي التاريخ والجغرافيا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتكوين المدرسين والهادفة إلى تكوين 200 ألف مدرس في أفق 2030. وتمتد مدة اعتماد هذا المسلك 3 مواسم جامعية انطلاقا من الموسم الجامعي 2019-2020 إلى حدود الموسم الجامعي 2021-2022، ويتم تشغيل 40 طالب وطالبة كل موسم جامعي. تتمثل أهداف التكوين داخل هذا المسلك في اكتساب المعارف والمهارات والمناهج وكذلك المواقف المتعلقة بمواد التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة، كذلك اكتساب المعارف الأساسية في علوم التربية والديداكتيك، الاستئناس بالمقومات الأساسية في علوم التربية والديداكتيك، الاستئناس بمقومات مهنة التدريس وأخلاقيات المهنة، اكتشاف الوسط المدرسي، وتكوين طلبة مجهزين مؤهلين لمسايرة التأهيل المهني في مجال تدريس المواد الاجتماعية، ثم تطوير تدريس التاريخ والجغرافيا والمواد الاجتماعية بالاعتماد على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال. تتمثل شروط الولوج إلى هذا المسلك في انطلاقا من الفصل الثالث، يتم قبول الطلبة بعد استيفائهم للفصل الأول والثاني في إطار الإجازة الأساسية، إما في مسلك التاريخ والحضارة أو مسلك الجغرافية، ويتم انتقاء الطلبة بناء على دراسة الملفات ثم كذلك بناء على المقابلة الشفوية. منافذ التكوين: يتيح هذا التكوين للطلبة الترشح لشغل مناصب تدريس الاجتماعية في التعليم الثانوي بسلكي التأهيلي والثانوي الإعدادي، ثم الانخراط في الحياة العملية، إمكانية متابعة الدراسة الجامعية في سلك الماستر ثم الدكتوراه، وأخيرا التدريس بالمدارس الخاصة. يتم تدريس مجموعة من الوحدات داخل هذا المسلك ترتبط بالمعارف، وحدات معرفية في التاريخ والجغرافيا وكذلك التربية على المواطنة، بالإضافة إلى وحدات مهنية ترتبط بالديداكتيك العام والخاص ثم ديداكتيك التاريخ والجغرافيا، كذلك التشريع المدرسي، بالإضافة إلى الدروس النظرية هناك كذلك دروس تطبيقية، ثم كذلك هناك دروس عملية تستجل في التعليم المصغر، ويتم تدريس هذه الوحدة داخل قاعة مخصصة لذلك، بالإضافة إلى مجموعة من التدريب التي يخضع لها الطالب داخل المؤسسات التعليم الثانوي في الأكاديميات، وذلك بعد الاتفاق والتنسيق مع هذه المؤسسات. وشكراً.